الفينيسيون ديال الدجاجة هو شتي كيجا الشلايط صافي مع المناضة. هذا هو الفيديو ديال اليوم. الى فيديو اخر ان شاء الله. نات كي دايرين بخير لاباس عليكم هانين مبروك العيد. هانتوما اليوم كنطيب الدجاج. ها هو درتو في الطاوة، درت الإقامة، درت الربيع، درت الدجاج، ودرت سميتو الفلفل الأسود والخرقوم، ودرت العطرية دجاج، ودرت شوية دراس الحانوت، ودرت التومة، التومة مجففة، ورقدتهم من قبيله، رقدتهم ما وريت لكمش من اللي رقدتهم لان كنت انا ما مسالياش. يلا هو ما غاديش ندير دابا الزيت حتى شويه، هاد غادي ندير الزيت. انت وقطعت دوك القناصي وداكشي الكبده والعنق، وانا كنطيب فيهم دابا. بغينا نمشيو نشيو هاد الدار دوزتي تما فين غادي ناكلو. هانتوما تشوفو انا راه كنطيب دابا، هانتوما كنطيب، شتو انت كنطيب. يلا دعيو معايا، ندعيو معاكم. مبروك العواشر، وتوحشتكم بزاف، وتوحشت لي كومونتير ديالكم. انا غادي نتلاقى معاكم يلا بعد غنطيب. العطرية راكم عارفين كديرو العطرية، هي الاولى مع الماء، كلها العطرية والتومة والربيع وسميتو والربيع. كاين فيها الخرقوم، الخرقوم والفلفل الاسود وعطريه ديال الدجاج، وشويه دراس الحانوت، والثومه مجففه، والحامض مصير. يلا ها كلشي غادي يطيب ونتلاقى معكم. هنا البنات قطعت البصله، البصل قطعته، حنا غادي نلوحو دابا مع صافي كتبخ. غادي نلوح البصل وغادي نزيد زيت الزيتون وزيت المائدة بجوج. غنلوح البصل، نقلبو الدجاج، نقلبو الدجاج. نقلب الدجاج، المهم هو طيب الدجاج. لافابور، نديرو البصلة ونديرو زيت المائدة. هنا الأخوات درت كاس تاع الزيت، نص كاس ديال زيت الزيتون ونص كاس زيت المائدة. غنخوي، خليتو حتى طلعت فيه الغليه، عاد درت الزيت. دابا غادي نخليه يطيب حتى يطيب، غادي نحيدو باش نديرو في الفران يطيب. غندير الزبده مع الهريسه البنات، تندير الزبده مع الهريسه وكنديرها اليوم كاملين، كندهنها الزبده والهريسه، كتجيب الدجاج المحمر في الفران تتجيبو زوين. انا راه البنات سهرت باش نطيبهم، والله حتى فيا النعاس راه غنعس، جاتني الدوخه حيت ما كاينش اللي غايدير ليا شي حاجه. غندهنهم من فوق ومن تحت. باش يجيو محمرين وزوينين. نعدينا الفران تنشعلو عامل لتحت، كيطيب ليا كلشي. دابا غادي نقدم كاملين وندخلهم من الفران ونتلاقى معاكم. المريقة بقات شتي كي ولات، ولات هنا زوينة تاع نتوما. ولات زوينة، خليو حتى تيتشحر، بقى فيه عين مريقة زوينة. شوفوا عليه دا
دابا الدجاج راه في الفران طيب. شفت المريقه كي دايره كطيب مشحره ولا مزوينات. الدجاج هو كيطيب هو كيطيب شتو بارك الله. شات لي العافيه من تحت راه تبارك الله غادي بدا يتحمر. البيض باش نزوق البيض السمان تسلقته في الماء طاب راه حطيته باش نديرو نزين بيه.